السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم محمد السليزي، كونسيي كوميرسيال ديال اوتوكاز برافاس اللي تتواجد طريق مكداس قرب اونفاس مع لافاك اوروميد. تفضلوا معنا. اليوم غادي نحاولوا نعرفكم على بعض السيارات اللي تتواجد عندنا في الشولو. اول سياره غادي نبداو بها واحد السياره اللي مازال ما واخداش حقها، واخا المبيعات ديالها غادي تتصاعد والشعبية ديالها غادي تطلع نهار من بعد نهار. معنا اليوم دو برو موديل 2023. هاد السيارة هادي عندها ديزاين جميل بزاف، سيارة عصرية. هادي لا فيرسيون تجينا بالصالون كوير، ايكرون تاكتيل 12 بوس، رادار، كاميرا دو ريكول. تفضلوا معنا. تجينا بلا كليم اوتوماتيك، فولون ملتي فونكسيون. سيارة عائلية، الكوفر ديالها كبير تبارك الله، لي سياج ديالها رابطابل. احسن فئة تتناسب هاد السيارة هادي الناس اللي باغيين لا يكسبوا اون بروميير فواتور، الناس اللي ما تينافيطيوش بزاف. تتبقى هادي اون بيل اوكازيون، فيها ثمن مناسب بزاف. كما قلت لكم السيارة موديل 2023 ضربة يلا 20000 كيلومتر. هادي ستبقى ب 13,939,000 درهم. السيارة الثانية اللي معانا هي لا فيات سانسو موديل 2021 اوتوماتيك. كما تشوفوا معانا تجينا حتى هي بالفولون ملتي فونكسيون، ايكرون تاكتيل، كونتور ديجيتال، فولون ملتي فونكسيون. تجينا بالليميتر ريغيلاتور دو فيتيس. هادي في لا فيرسيون ديال ميكرو سيتادين، اغلبية ديال الناس اللي تتناسبهم لي زيتيديون. تقدر تكون ان دوزيام فواتور بور لا ميزون بور لي كورس. تجينا بلي جونت الومنيوم 16 بوس. تفضلوا معنا. كما تشوفوا كاين ملتي شوا، لا فواتير الثالثه اللي معنا هي جي برينيغيك 2018. اوتوماتيك. تجينا دو اوتوماتيك فولون ملتي فونكسيون، روتروفيزور الكتريك، لي جونت 16 بوس الومنيوم، روتروفيزور الكتريك. جيب رينيغاد غنية عن التعريف، سيارة اللي تتناسب جميع الفئات، سيارة اللي عملية. هذه كما قلت لكم لا فيرسيون اوتوماتيك دوكات. الثمن ديال هذه السيارة هذه لا جيب دايره 221 ونص.
السياره الرابعه اللي معنا هذا في اسكا موديل 2020 تجينا بلي جونط الومنيوم 18 بوس لا فيرسيون ديال لا توت اوبسيون العامره تجينا بدوبل بوا دوبل توا بانورامي كوفرون صالون كوير لي سياج الكتريك كونتور ديجيتال اكران تاكسيل 10 بوس كلاس لي اوبسيون لا دي ليميتور ريغليتور دو فيتاس دو اوتوماتيك بي كوفر الكتريك فيتر سور تانتي وفي الاخر ديال الفيديو راه غادي تكون عندنا واحد المفاجاه اللي نعلمكم بها كما تشوفوا كاين الفيلار موديل 2018 سكودا اوكتافيا موديل 2016 عندنا فورد فيزيون تيتانيوم الاكس لا توت اوبسيون موديل 2019 من ديزيام شيري تيغو 2023 فهاد لا فيرسيون ديال شيري تيغو راه عندنا دي كولور عندنا غري كلير و غري مات لا مرسيدس سيتان اودي ا 3 2017 بيجو 508 موديل 2017 لا توت اوبسيون ومسك الختام عندنا اوبل جروند لاند موديل سبتمبر 2023 فيرسيون ديال جي اس لاين طوموبيل تقريبا زيرو كونتور جديدة كما تتشوفوا تجينا بواطا فيتاس اوتوماتيك لي باليت او فولون كوفر الكتريك روتروفيزور الكتريك رابطابل فرانمان اوتوماتيك تجينا بالكونتور ديجيتال ليكرون رادار افون اريير في فرونشيس مونديلين الحفاظ على المسار اوتو هول كما تشوفوا معنا الكوفر الكتريك لي سياج رابطابل لي جونت 18 بوس الومنيوم اون نوار هاد لا فواتير راه جديدة هادي مشية يلا 11 كيلومتر والثمن ديالها اون برومو تتبقى عندنا 30 مليون ونص المفاجأة اللي وعدناكم بها بالنسبة للناس اللي كانوا تيوصلونا على لي سيتادين راه عندنا ان اريفاج بريفي دوما و ابري دوما غادي يكونوا عندنا فيه 4 كورسات إيديس بلس إيفا مرحبا بكم يمكن لكم تصلوا بنا في أي وقت حنا راهنا الإشارة باش نقدموا لكم أي مساعدة وباش نساعدكم تختاروا السيارة اللي غادي تناسبكم و أوتوكاز كما هي معروفة راه كاينين لي روميز هاد لي بري اللي قلنا لكم راه غادي يكونوا دي روميز غادي يكونوا دي كادو مرحبا بكم كان معكم محمد السليسي